نبدأ إذن من العراق، والذي مر عليه 20 عاما منذ الحرب وإسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين، ولكن التداعيات في العراق تبدو مستمرة حتى الآن في بلد ما زال ينشد استقرار سياسي وأيضا نمو اقتصادي طال انتظارهم. فعلى الرغم من الأمال الكبيرة التي حملها العراقيون بمستقبل أفضل، ولكن الصراعات السياسية المتوالية والهجمات الإرهابية أيضا أحبطت تلك الأمال. للنقاش حول مستقبل العراق بعد 20 عاما من الحرب ينضم إلينا من بغداد عبر سكايب المحلل السياسي الدكتور فيصل غازي، وكذلك ينضم إلينا الباحث الاقتصادي نبيل جبار التميمي. أهلا بك دكتور فيصل. بداية، هل إذا تخطى العراق تداعيات حرب عام 2003؟ شكرا جزيلا. أنا أعتقد ما زالت أمام العراق تحديات كبيرة، اقتصادية، سياسية، أمنية، اجتماعية. تداعيات احتلالها للعراق كانت متعددة المستويات. نتذكر الفوضى الخلاقة لكونديليزا رايس، تحويل العراق إلى مسرح للعمليات العسكرية للمواجهة بين القوات الأمريكية والقاعدة ثم دولة الخلافة وغيرها من التنظيمات الإرهابية. كل هذا أدى إلى تفتيت وتفكيك المجتمع بصورة خطيرة. ننسى أيضا قوانين بول بريمر بحل الدولة ومؤسسات الدولة والجيش والأجهزة الأمنية وغيرها من التفاصيل الخطيرة، أدت إلى يعني فوضى واسعة النطاق حتى يومنا هذا. على سبيل المثال، الفقر يجتاز 11 مليون إنسان تحت مستوى خط الفقر. أيضا هناك أكثر من 16 مليون إنسان يعانون من البطالة، 11 مليون إنسان يعانون من الأمية، 4 ملايين إنسان يعيشون في المدن العشوائية. هذه كوارث كبيرة، إضافة للفساد المالي، إضافة للمافيات، مافيات الجريمة المنظمة، غسيل الأموال، مافيات تهريب المخدرات. نصف الشعب العراقي اليوم يستهلك مخدرات كما أشار تصريح لوزير الداخلية العراقي، وهذه كارثة كبرى. تجارة الأعضاء البشرية، تجارة البشر وغيرها من التفاصيل. هل كان هذا دكتور فيصل جريمة؟ يعني هل الوضع الذي يعاني منه العراق أو الآثار السلبية الموجودة حاليا ترى أنها تترتب على إسقاط الرئيس الأسبق صدام حسين فقط، أم على الثورات التي قامت في المنطقة العربية وأيضا الأحداث العالمية التي كان لها انعكاسات واضحة أيضا على العراق وعلى غيره أيضا؟ لا شك ما تفضلت به من ظواهر وعناصر مختلفة تعصف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي شكل أسباب وعوامل أساسية، لكن في الأساس المشكلة الكبرى أن بعد الاحتلال لم تذهب الولايات المتحدة الأمريكية إلى بناء ديمقراطية ودولة مؤسسات. نعم هناك دستور ليبرالي، لكن الأحزاب والقيادات السياسية في البلد التي جاءت مع الولايات المتحدة الأمريكية هي أحزاب دعوية دينية لا تمتلك نظرية اقتصادية، هي ترفض نظرية اقتصاد السوق المفتوح،
ترفض فكرة التنمية، ترفض فكرة الاستراتيجية. نعم، ومن ثم نريد أن نتحدث عن البعد الاقتصادي الدكتور فيصل، ونتوجه إلى الأستاذ نبيل ونرحب به مجددا بهذا السؤال حول تخطي العراق الآثار الاقتصادية، ليس فقط نتيجة لإسقاط نظام صدام حسين، ولكن أيضا نتيجة للأحداث التي تلت هذه المرحلة سواء في العراق أو في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام أو حتى في العالم. نعم، بالبداية تحية لكم ولمشاهديكم الكرام وأيضا لضيفك الكريم. يعني إذا سوينا مراجعة للوضع الاقتصادي في العراق، واجه العراق منذ التسعينات، منذ 1991 لغاية 2003 مرحلة التغيير، واجه عقوبات اقتصادية كانت صارمة جدا وقد تكون هي الأقصى في التاريخ. هذه ولد هاي العقوبات المفروضة من المجتمع الدولي، من الأمم المتحدة، من الجيران الإقليميين للعراق. هذه شكلت نوع من أنواع التغييرات الكبيرة، التغييرات الطارئة على المجتمع، تغير في أخلاق المجتمع، تغير في طبيعة المجتمع. هذه كلها سببتها هذه الضغوطات الاقتصادية التي مارستها الدول الكبرى دون مراعاة الوضع الإنساني للشعب العراقي تحديدا. يعني هي لم تكن يعني بصورة كانت مركزة على النظام الذي حكم ما قبل 2003، النظام صدام حسين، لكن هي بصورة مباشرة أثرت على الشعب العراقي، غيرت الكثير من السلوكيات للشعب العراقي. ثم جاءت عمليات ما بعد 2003، عمليات التغيير للنظام اللي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية بتغيير كبير في الاقتصاديات العراقية، بتغيير فتح الأسواق وإنهاء الكثير من المؤسسات، فهذه أصبحت هذه النقطة نقطة انقلاب اجتماعية واقتصادية. هذه النقطة النقطة الانقلابية، إذا ردنا نناقش الجنبة الاقتصادية من عندها، أولا هي ركزت على فتح الحدود، يعني الحدود أمام البضائع والسلع التجارية. بهذه العملية اللي أحدثت نوع من أنواع الفوضى، أنهت كل أنواع الصناعات داخل البلد، وبدأ البلد يتحول من بلد قادر على الصناعة والزراعة إلى بلد معتمد على الريع، وبخصوص الريع النفطي والمتآتي من مبيعات الأموال المتآتي من مبيعات النفط والسلع. نعم أستاذ نبيل، بلد هذه الحالة المرضية أشبه بالحالة المرض الهولندي، مستمرة ومتفاقمة لعده لسنين او لعقدين لمده 20 سنه. هذا الاستمرار على الاعتماد على الريع النفطي عطل الكثير من الصناعات، وايضا اصبح الجميع متكئ على هذا الريع الذي تنفقه الدوله، وبالتالي متكئ على موازنات الدوله اللي بدات يعني تتضخم سنه عن بعد سنه وتتحمل الكلفه التشغيليه سنه بعد اخرى. نعم تفضل. طيب أستاذ نبيل، يعني دعنا نتوجه بسؤال آخر إلى الدكتور فيصل. يعني كل هذه الآثار الجانبية دكتور فيصل، سواء السياسية أو الاقتصادية التي تعاني منها العراق حاليا، هذا المشهد يطرح سؤالا هاما حول ما إذا كان وجود حكومة شياع السوداني وتحركاته أيضا على الصعيدين الإقليمي والدولي هي مقدمة لعودة العراق إلى الاستقرار المنشود، وذلك تمهيدا أيضا لعودة العراق إلى دوره الإقليمي؟ نعم بالتأكيد، هي محاولات مهمة بالانفتاح على الدول العربية، الأردن، مصر، المملكة العربية السعودية، دول الخليج العربي، بلدان الشرق الأوسط عموما، أيضا الانفتاح على أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذا يشكل قاعدة أساسية للذهاب نحو شراكات اقتصادية، شراكات سياسية، شراكات أمنية مهمة جدا اليوم تتطور. لكن أيضا تبقى هذه التحديات، يعني على هذه الحكومة أن تذهب فعلا إلى برنامج استثماري يعيد بناء القاعدة الصناعية للعراق. كان هناك أكثر من 50,000 مصنع معطل اليوم، الزراعة في العراق اليوم معطلة مهمشة، والعراق يستورد 92% من غذائه، وكذلك البنية التحتية للخدمات. إذا يفترض على مؤسسات الدولة المختلفة وعبر الانفتاح على دول الجوار فعلا الذهاب إلى بناء القاعدة
الاقتصادية للعراق اللي أصبحت اليوم مهمشة ولا تلعب دور أساسي لخدمة المواطن ولتعظيم الموارد الاقتصادية. اليوم الغاز في العراق حجمه أكثر من 131 تريليون قدم مكعب، يحتاج إلى استثمارات، يحتاج إلى نعم، وهذا سوف نتحدث فيه مع الأستاذ نبيل، هذا الشق الاقتصادي الذي أشرت إليه دكتور فيصل. ولكن الآن نود أن نتحدث عن الأبعاد السياسية، نود أن نتحدث عن مكافحة الإرهاب في العراق. إلى أي مدى استطاع العراق أن يقاوم أو يقضي على الإرهاب؟ يعني ألا توجد في هذا الملف بعض الخطوات الهامة وألا يوجد تقدم؟ دكتور فيصل، صار على دولة الخلافة الإرهابية في 2017، لكن أيضا في نفس الوقت سيدتي الإرهاب وظاهرة العنف لا تعالج فقط بالأسلوب العسكري أو بالحرب، لكن أيضا في نفس الوقت نحتاج إلى معالجات اجتماعية، معالجات التحديات الاقتصادية كما أشرت، معالجة القضايا السياسية، مسألة تحقيق التوازن داخل المجتمع، التعليم والوعي وما إلى ذلك. التعليم، الوعي، وهنا سنعود للحديث عن التعليم في العراق، وهو يعني حقيقة فعلا أمر هام للغاية دكتور فيصل، ربما يكون هو نقطة البداية في سبيل تقدم العراق وفي سبيل إرساء دعائم للدولة العراقية المستقبلية. ولكن في الشق الاقتصادي أستاذ نبيل، هل العراق بما يملكه من ثروات كثيرة كما أشار الدكتور فيصل يمكنه إذن أن يحقق نمو اقتصادي سريع حال الوصول إلى حالة من الاستقرار السياسي؟ أو بالسؤال بطريقة أخرى، يعني أيهما يمكن أن يبدأ به العراق هذه الطفرة، الشق الاقتصادي أم الشق السياسي، أم يكون هناك مساران معا في نفس الاتجاه في نفس التوقيت من أجل العراق؟ نعم، بكل تأكيد هي يعني تطلب الأمر العمل بمسارين متوازيين، مسار السياسي اللي هو مسار اللي تتفق عليه الكتل السياسية والحزب السياسية على إقامة نظام تحترم قواعد هذا النظام، تحترم مخرجات هذا النظام، مخرجاته يجب أن تكون هي ذات نتائج إيجابية، هذا النظام وهذه القواعد يجب أن لا تشق الصف الاجتماعي العراقي، وأيضا يجب أن لا تساهم في عملية تبذير ثرواته وهدر ثرواته ولا تستمر حالة الفساد القائمة، هذا من جانب. الجانب الآخر، يجب على الكتل السياسية أن تضع هوية للاقتصاد العراقي. ما يعني الى اليوم احنا نعتقد ان الهويه، لا يوجد هويه اقتصاديه للعراق، لغايه اليوم لن يتبع العراق نظاما اقتصاديا اشتراكيا او نظام اقتصادي يتبع الاقتصادات الراسماليه او اقتصادات السوق الحر. لليوم طبيعه الاقتصاد العراقي هي طبيعه مشوهه تختلط فيه دور الدوله الواسع وبين الادوار اللي تحاول البعض من السياسات المطروحه وبعض القوانين انه اتاحت الفرصه أمام يد المستثمرين ويد القطاع الخاص. هل يتطلب الأمر بعض القوانين الجديدة؟ هل يتطلب الأمر في ظل إذا ما حدث استقرار سياسي أكثر مما العراق عليه الآن، هل يتطلب بالفعل بعض التعديلات في القوانين؟ نعم، يتطلب قوانين، لكن قبل القوانين يتطلب رؤى، يعني انسجام للرؤى حول طبيعة الاقتصاد، أين اتجاه الاقتصاد؟ أين بوصلة الاقتصاد وإلى الاتجاه المحدد اللي ممكن احنا نحدده؟ نختار، لازم القوى السياسية لازم تكون عندها وعي كافي في قضية الاقتصاد وفهم القضية، فهم على الأقل بالقدر الحدود الدنيا لقضية الاقتصاد وتحديد بوصلة الاقتصاد. مع تحديد بوصلة الاقتصاد ممكن وضع وكتابة القوانين. وضحت هذه جاهزة النقطة أستاذ نبيل، وضحت هذه النقطة. دعنا نعود إلى ملف التعليم في العراق مع الدكتور فيصل. دكتور فيصل، يعني فعلا تفضلت وذكرت بأن التعليم هو أحد
الدعائم الرئيسية لمواجهة الإرهاب، يعني بالعلم وأيضا بمجال الصحة تستطيع العراق أن تدعم الأجيال القادمة. يعني كيف ترى مستقبل التعليم في العراق وكيف يمكن أن يتم تطويره وأيضا القطاع الصحي؟ مهم جدا. أنا أعتقد أن التعليم يشكل مفصل حيوي في تطور وتقدم الدول. نتذكر التجربة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية، لكن مع الأسف اليوم التعليم في العراق، يعني على سبيل المثال، يحتاج العراق إلى 11,000 مدرسة اليوم من أجل توفير فرصة حقيقية للطلاب اللي تجاوز عددهم سنويا اللي يدخلون إلى المدارس، أكثر من 1,000,000 طالب وطالبة. 11,000 مدرسة أنجز منها 1,000 مع الصين، وما زال المتبقي كثير. أيضا هناك مشكلة الأمية. في كل تاريخ العراق لم ترتفع الأمية إلى 11,000,000 إنسان عراقي أم اليوم، وهذه تنعكس على إنتاج وإنتاجية الأشخاص لانعدام التعليم ولانعدام قدرتهم على القراءة والكتابة، تنعكس على حياتهم الاجتماعية. لكن مع الأسف هناك إهمال خطير في هذا الجانب. إضافة أن هناك أيضا ملاحظة نقدية، أن الجانب الطائفي مع الأسف دخل للمناهج التعليمية، وعندما ندخل إلى الجانب الطائفي بصورة تمييزية ضد الطوائف الأخرى على سبيل المثال، يصبح هناك ردود فعل في الثقافة تجاه هذا الموقف. يعني هل الحكومة العراقية إذن مطالبة بإرساء بعض المبادئ التي تدعم عراق واحد، إذا ما صح التعبير، مشروع أو يعني نوع من أنواع الاستنفار في المجتمع العراقي يكون تحت أو مبادرة تحت عنوان عراق واحد مثلا، هكذا تتخيل الأمور؟ بالضبط. يجب أن يكون التعليم تعليم مدني، تعليم يضمن حقوق الإنسان، ثقافة حقوق الإنسان، ثقافة الديمقراطية، ثقافة احترام الآخر، التعايش، الشراكة، التعاون، التضامن الاجتماعي، عدم وجود تمييز بين الأديان والطوائف والمذاهب. صحيح دكتور فيصل، وهذا كله نعم صحيح نعم. طيب يعني موجود في الدستور. نعم، وهذه القيم موجودة في الدستور، لكن مع الأسف لا يتم الترويج لها كثقافة وطنية على صعيد المجتمع. لم تنزل لحيز التنفيذ. طيب، ونحن نتحدث أيضا عن العراق دكتور فيصل وأيضا أستاذ نبيل، لأننا نتحدث عن عراق يعيش بمعزل عن منطقة الشرق الأوسط، عن الدول العربية، ونتحدث عن عراق يعود إلى الحضن العربي مجددا. وهنا نطرح تساؤلات حول العراق وما يمكن أن تقوم به الدول العربية من أجله، سواء سياسيا أو اقتصاديا. مشاريع التعاون الثلاثي أستاذ نبيل بين مصر والعراق والأردن، هل تراها إذن قادرة على مساعدة بغداد في تحقيق النمو الاقتصادي؟ نعم، بالنسبة لقضايا التعاون الاقتصادي والسياسي وحتى الأمني بين الدول مصر والعراق والأردن، جرت يمكن أكثر بحدود 5 لقاءات على مستوى القمة، 2 من عدها كانت عبر الفيديو. أنا أعتقد هذه اللقاءات ترسم نوع من أنواع المستقبل للتعاون الأكبر بين هذه الدول. وأيضا هذه العلاقة هي مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، يعني كمحاول صانع للسياسات في الشرق الأوسط. من ميزات هذه الدول انه قد تكون متقاربه، انه تحقق نوع من انواع التكامل الاقتصادي. يعني جزء من هذه الدول مثل مصر عندها وفره في انتاج الطاقه الكهربائيه، مثلا العراق يحتاج الطاقه الكهربائيه اليوم خلال هذه الفتره. نعم. العراق منتج للنفط، وايضا الاردن ومصر تحتاج لكميات لاستغلال هذا النفط او الاستثمار في هذا النفط. ايضا قضايا القوى العامله، التجاره البينيه، هذه كلها قضايا قد تكون هي عوامل تؤهل البلدان الثلاث في اجراء نوع من انواع التعاون والتكامل الاقتصادي. قد تكون الملفات الاقتصاديه على راس الملفات اللي ممكن يجري بها تعاون من هذا النوع بين البلدان الثلاث. نعم. نحتاج نوع من انواع التجديد واجراء نوع من انواع التعاقدات
يعني بعد إجراء المذكرات وتوقيع المذكرات نحتاج إلى تفعيل هذه المذكرات، وعملية تفعيل عادة ما تكون هي أما بتوقيع اتفاقيات أو توقيع تعاقدات على مستوى الحكومات أو على مستوى رعاية الحكومات لبعض الشركات لتنفيذ مشاريع في مناطق أخرى، وأيضا تفعيل المناطق المناطق الحرة والمناطق الحدودية المشتركة وإجراء نوع من أنواع التسهيلات الخاصة بالجمرك، وأيضا قد تكون فتح أبواب السفر والسياحة يعني على رأس الأبواب اللي هي على رأس الأولويات اللي ممكن تخلي اللي ممكن هي تمنح التجار وصغار التجار القدرة على مثل ما تقول الدخول في الأسواق، وممكن تفعيل كثير من الأنشطة اللي قد تكون. نعم أستاذ نبيل، يعني وضحت هذه الرؤية التي طرحتها فيما يتعلق بالعلاقات العراقية العربية وخاصة نخص بالذكر مصر العراق الأردن، هذا المثلث من التعاون الثلاثي. يعني أخيرا دكتور فيصل، كيف يمكن أن يحدث التعاون العربي بين بغداد والدول العربية المحيطة بها أو إقليميا، كيف يمكن أن يحدث فارق فيما يتعلق بالاستقرار السياسي، دعم الاستقرار السياسي بعيدا عن النواحي الاقتصادية؟ مؤكد جدا، مؤكد جدا. اليوم عالمنا المعاصر هو عالم الفضاءات، عالم التكامل السياسي الاقتصادي الاجتماعي الثقافي العلمي التكنولوجي إلى آخره من التفاصيل. إذن العراق اليوم والأردن ومصر لابد أن يذهبا باتجاه التكامل على مختلف الصعد والمستويات، لأن عبر هذا التكامل ممكن نحقق وعبر هذا التفاعل ممكن نحقق إنجازات مهمة للدول الثلاث. على سبيل المثال اليوم في العراق يوجد أكثر من 20 تريليون دولار ثروات ومعادن في باطن الأرض، هذه كلها تحتاج إلى استثمارات دولية وعربية، وهذا يحتاج أيضا في العراق إلى تغيير قوانين الاستثمار اللي هي مقيدة كما موجود في عدد من الدول العربية. عموما القوانين تقيد الاستثمار، يجب الانفتاح على الاستثمار، نذهب إلى اقتصاد السوق المفتوح، إلى الانفتاح على الدول. وبالتالي بالتأكيد الأردن ستنتعش عبر هذه العلاقات الاقتصادية السياسية الأمنية المتطورة، وستضمن أمن متبادل كذلك مع مصر. مصر دولة مهمة محورية في الشرق الأوسط كما في شمال أفريقيا، ممكن تلعب دور جدا مهم، وهناك تاريخ من العلاقات العراقية المصرية مهم جدا منذ الخمسينات والستينات حتى يومنا هذا. إذا ممكن هذا التكامل، هذا التفاعل بين الدول الثلاث، نذهب إلى خلق فضاء مهم جدا. نعم. في مجال الطاقة، في مجال البيئة، في مجال الطاقة النظيفة المتجددة، وبكل تأكيد أيضا علاقة بغداد خليجيا ومغاربيا أيضا ستصب في صالح العراق وشعب العراق الشقيق. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الدكتور فيصل غازي، وكذلك نشكرك شكرا جزيلا الباحث الاقتصادي الأستاذ نبيل جبار التميمي، كنتما معي من بغداد، شكرا جزيلا لكما.